الناس دايما في حالة قلق من ارتفاع سعر الدولار، وده علشان بينافس الجنيه المصري، ومش بس كده بيأثر كمان على أسعار سلع استهلاكية كتيرة وبيعلي في أسعارها مع زيادة سعره. عشان كده دايما الناس في قلق ومتابعة لسعر الدولار. بس في أخبار منتشرة بتقول إن سعر الدولار ممكن يكسر حاجز العشرين جنيه، فإيه حقيقة الأخبار دي وهل هي فعلا حقيقة ولا لأ؟ بنك ستاندرد تشارتد توقع أن يتحرك سعر صرف الدولار بشكل تدريجي، بمعنى أنه من المتوقع أن سعر الدولار هيزيد 20 جنيه و 75 قرش، وده خلال نهاية السنة الحالية. إيه التوقعات بخصوص ارتفاع سعر الدولار في مصر؟ بحسب بنك ستاندرد تشارتد، كانت اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي عشان ياخدوا قرض بقيمة 6 مليار دولار قبل نهاية شهر سبتمبر. ايه هي اخر معدلات التضخم في مصر؟ البنك المركزي المصري حافظ على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6%، وده خلال السنة المنتهية في يونيو 2023، وانه هيبلغ اعلى معدل ليه 15%، وده خلال الربع الرابع من سنة 2022. وفي شهر اغسطس اللي فات سجل معدل التضخم 14.6% متأثرا بزيادة اسعار الوقود، ومن المتوقع وبحسب البنك ان البنك المركزي هيرفع الفايدة ب 100 نقطة اساس في اجتماعه ده خلال 22 سبتمبر للسيطرة على المعدلات دي. ايه هي سعر الفايدة في مصر؟ مصدر مسؤول قال ان شهر سبتمبر الحالي هيشوف كتير من القرارات الاقتصادية المهمة، ابرزها هي تحرك سعر الفايدة خلال الاجتماع الخاص اللي جاي بالبنك المركزي المصري، وده علشان يتماشى مع السياسات النقدية العالمية. هل هتزيد فعلا سعر الفايدة في مصر؟ وضح المصدر في تصريحات صحفية ان القرارات اللي المفروض هتطلع قريب ممكن يكون فيها كمان إلغاء الاعتمادات المستندية والرجوع لمستندات التحصيل، وده خلال الاجتماع الخاص. وكمل كلامه في تصريحات موضحا ان القرارات اللي هتطلع قريب هتيجي لفتح قنوات الاستيراد، بما يتماشى كمان مع حاجة التوكيلات العالمية والمستوردين، وده عشان يزودوا حركة التداول في السوق. ومش بس كده، ده كمان عشان يوفروا الخامات اللازمة للصناعة. ايه حقيقة حوار فتح قنوات الاستيراد؟ وضح المصدر ان القرارات المنتظرة هتضم كمان السماح والاذن للمستوردين بانهم يتدبروا العملات الاجنبية من غير الافصاح عن مصدر العملة، وخصوصا ان الدراسات الحالية للسوق تؤكد على ان هناك فوائد دولارية كبيرة في السوق. وتابع كلامه بان القرارات المتوقع انها تطلع قريب ممكن تشمل على كتير من القطاعات الاقتصادية، وده عشان توفير السيولة المالية، وكمان عشان العمل على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري. فهل فعلا سعر الدولار هيزيد في الفترة اللي جاية وهيكسر العشرين جنيه، ولا دي مجرد توقعات؟ ده اللي هنعرفه خلال الأيام اللي جاية.